ماشي ماما، خلص حاج تعصيب. انا رح روح على الدكتور هلا. خاله شروق، قولي لمأموني شغل السياره. ليك لا، لا تاخده، بدي اياه، لانه بصراحه انا كان بدي ابعته بشغله شخصيه لإلي، واذا راح معك رح يتعطل. خلص خذ سوسن معك اذا بدك، سوسن منيحه مو هيك؟ مو لحتى تكون بالبيت الخانو؟ الشوفيره تبعك بعمرها ما بتجي على وقتها. لكني 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 اجيت. ايه سيد عدنان، اجيت على الوقت تمام. يلي صار معي انه شفت واحد على الطريق وقعوا منه البصلات وانا كان لازم ساعده لانه خطي، كمان شفت وحده على قصه تبعها بالبير وكان لازم ساعده لتطالعه. لو شافني الغزال وانا راكده من هنيك لهون كان استغرب سرعتي، يعني نوعا ما قدرت اوصل على الوقت. لا تقلقه سوسن، سوسن اسمعيني شو رح اقول لك. انت لازم تاخدي عدنان بسرعه على الدكتور قبل ما تلتهب ايده. لهيك هلا خدي هاي مفتاح السياره. سوسن متوترة شي لأنه أول يوم شغل إليك؟ بس معلش كتير منيح إنه وقعوا المفاتيح. كيف؟ أنا بقصد بحكي موفقة. كان فعل حلو. ايه؟ تمام. موفقة بشغلك، هذا أول يوم إليك عنا، لهيك بتمنى لك الحظ الحلو صح؟ أنا رح شغل السيارة.